ولي المزيد من التفاصيل معنا الآن مباشرة من صيدا جنوب لبنان مراسلتنا سارة شحادي. أهلا بك سارة. في البداية، كيف كان المشهد من جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة، مشهد التصعيد هنا نتحدث، وأيضا في أي إطار يأتي هذا الفيديو الاستعراضي العسكري لحزب الله أيضا؟ نعم رامي، تتجدد المواجهات العسكرية في على الحدود اللبنانية الجنوبية. غارة إسرائيلية جديدة طالت مدينة بنت جبيل، وأيضا قصف مدفعي طال أطراف وادي قطمون في بلدة رميش، بالإضافة إلى قصف فوسفوري أدى إلى اشتعال النيران في بلدة ميس الجبل. أما البارز اليوم فهو نشر حزب الله لفيديو في توقيت حساس جدا، وهو فيديو بعنوان منشأة عماد 4، وهي المنشأة التي تحتوي على راجمات صاروخية وعلى راجمات صاروخية تحت الأنفاق في الأنفاق تحت الأرض، ويظهر فيها أيضا عناصر لحزب الله على الدراجات النارية داخل هذه الأنفاق. طبعا توقيت نشر هذا الفيديو له دلالات كبيرة جدا، إن كان تزامنا مع الحركة الدبلوماسية اللافتة الحاصلة في لبنان خلال هذه الأيام، والتي سبقها أيضا زيارة للموفد الأمريكي أموس هوكستين. وأيضا يأتي هذا الفيديو تزامنا مع المفاوضات الجارية في الدوحة، وأيضا في ذلك دلالة بأنه مهما تأخر رد حزب الله إلا أنه آت. في تحذير أيضا يعني من قبل حزب الله بأن في حال إسرائيل فكرت بضربة استباقية فأنه يقول لها بأن هذه الأنفاق جاهزة وحاضرة. أيضا صار طالما أنك أشرت هنا إلى الحركية الدبلوماسية التي يشهدها لبنان في الأيام الأخيرة، كيف كانت آخر مظاهر هذه الزيارات الدبلوماسية واللقاءات؟ نعم، سلسلة من اللقاءات اليوم عقدها وزير الخارجية المصري مع من كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأيضا وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب. طبعا هذه الزيارة هي تأتي بعد زيارة المفد الأمريكي أموس هوكستين، وتأتي من بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي سيجورني، وكل ذلك ضمن جهود أيضا مصر في المفاوضات القائمة مع قطر ومع الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة. ويعني وزير الخارجية المصري أكد بأن مصر اليوم هي حريصة على أمن وعلى استقرار لبنان، وهي تدين كل الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأنها تجري اليوم كل الاتصالات لتجنيب لبنان مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. واضح، شكرا جزيلا لك سارة على كل هذه التفاصيل والمعلومات. إذن كانت معنا مباشرة من صيدا جنوب لبنان مراسلتنا سارة شحادة.